الكل يجمع ولتسمعها القنوات وسمعتها مرارا، كل السوريين يجمعون أن من يقاتلنا بعض منهم يتكلمون باللغة الفارسية. إيران وراءها روسيا، الصين، ما يسمى بحزب الشيطان في لبنان، جيش المهدي، مقتدى الصدر، فيلق بدر، كل هذه الأمم تداعت على الأطفال والنساء. يا أمة الإسلام، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، وكأن الحديث فيهم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت، لكن تخرج طائفة في هذه الأمة تعيد لها عزتها بإذن الله. بشائر النصر كثيرة، المؤمنون الآن في سوريا يتنظمون، المجاهدون ينسقون، السلاح بدأ يصل. يقول أحضمهم وكلهم: لا نريد طعاما، لا نريد شرابا، فأرض سوريا مباركة لا يموت فيها جائع، نريد السلاح، نريد السلاح لا غير السلاح، نريد أن نحمي أعراضنا وأنفسنا. يا شعوب الإسلام، تبرعوا بالسلاح. إما ورسالتي أخيرة إلى قادة المسلمين، رسالتي الأخيرة إلى قادة المسلمين، إيران الآن تقاتل بكل صراحة بجنودها، بسلاحها، بخبراتها، بأذنابها في الخليج يقاتلوننا. فيا قادة الإسلام، إما أن ترسل الجيوش لنصرة شعبنا المسلم في سوريا، إما أن ترسل الجيوش، وإما أن تسلح الجيش الحر، وإلا فالكل خائن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.